هلو، مرحبا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم بدنا نكمل تختيم لعبة ستري، البارت الثاني، الحلقة الثانية. يعني البارت الأول عملناه بث مباشر على القناة قبل يمكن 3 أيام أو 4، فإحنا المهم وصلنا هون. يعني بدنا نكمل من هون نشوف إيش بده يصير معنا. ثواني ننزل صوت اللعبة شوي. اوكي تمام. طيب، قصة اللعبة هي هذا القط. عندنا وقع بالعالم السفلي زي ما نحكي، وضيع الطريق لفوق مع أصحابه. تمام، فإحنا لقينا مدينة هون كلها روبوتات وعالم عايشة حياتها الروبوتية، فبدنا نشوف الطريق عشان نرجع نطلع لفوق يعني، ونشوف إيش بصير معنا. رحنا على هذا الروبوت المرة الماضية، حكى لنا في عمه اسمه مومو ساكن هناك، فبنروح نشوفه. نرجع نحكي معه مرة ثانية. شكلك ضايع، بدك مساعدة؟ طيب، هذا بحكي لنا شكلك ضايع، بدك مساعدة؟ نشربك شاي، قهوة، شاي، اي شي حاب تشرب، ندلك على الطريق مثلا. فاحنا بدنا نفرجيه الاشي اللي معنا، اللي هو الصورة اللي احنا اخذناها المرة الماضية. اوكي، صورة للعالم الخارجي. الموضوع هذا صار كثير انه يعني مستهلك، فخلص لا تحكي فيه لانه الكل عارف انه ما حدا بيقدر يطلع لفوق. تمام، ما عدا الاوتسايدرز، هذول اللي احنا بنسميهم اوتسايدرز. اوكي، كلهم راحوا هسا، ما فيهم حدا ظل الا مومو اللي انا حكيت لك انه ساكن هناك. تقدر تحكي معه إذا بدك، بس إنه إيش، هو استسلم يعني، عايش حياته مكتئب. أنت شوف نصيبك معه، هي ساكن هناك، فروح إذا بدك تحكي معه. أوكي، خرب لهم السجادة شوي. مياو. أيوة، أوكي، هي متفاجئ. ليه متفاجئين؟ هذا معصب، ليش معصب انت؟ انجايلا اسمه. ليش بدك تطلع لفوق؟ ما في اشي فوق. طب نفرجيه الصورة. او خبر مومو عنده كم من صورة زي هيك، بتقدر تروح تشوفه او فرجيه الصورة. اوكي تمام، شكرا. بس ليش معصب؟ ما فهمت. خلاص خلاص، اوكي. تمام، صبح صبح رونين. انت شكلك بال374 سنة الماضيات. بكرة حطبق 374 سنة. اوكي، العمر كله يا رب. افرجي الصورة اللي اسحب عليها. اوكي، يا الله، ما احلى الحلم، خسارة انه بس حلم. اوكي طيب، خلص بلاش ازعجهم لانه حاسة حالي عملت قلق عندهم. اوكي، اوه كرة. طب انا بدي اطلعها يعني، مش منطق. ما علينا، ايش هذا الاشي؟ ماركت بليس. اوكي، أي قطعة على نص. عنده إلكتريك كيبل. أوكي، اسمه عزوز حبيبي والله. You give me something، تعطيني إشي بعطيك إشي بداله. أيام المقايضة بالعصر الحجري. أوكي، إلكتريك كيبل أحسن إشي عنده بالماركت. بده بدالها سوبر سبرايت، هذا أحسن عرض ممكن يقدم لي إياه. لا خلي عندك، شكرا. ميوزك شيت. اوكي، هسه ميوزك شيت ماستر فول بيس، يعني تحفة فنية، بس انا ما بدي. وين انرجي درينك؟ شكرا، خليها لك، برجع لك بعدين. طيب اوكي، ايش هذا؟ هاي قطعة من التراث اللي الله يرحمه. اوكي،
ثري انرجي درينك. I can't. ما يعني ولا تحاول تفاصل معي بالمرة لأنه ما راح تطلع النتيجة. طيب أوكي. ليتو بدوروا بالأشياء اللي بالزبالة عشان يحاربوا الزاركس. تمام، وهذا نفس العملية بتهيألي. شوف كل هالمجوهرات، اشي فظيع بحكي لي. يعني في مجوهرات كثير بالزبالة اشك يعني، بس اوكي. anyway. طيب اوكي. تمام، يبدو ان الروبوتات كلهم، بالله بدي اجرب افرجي للصورة. مش رح يقبلها. اوكي لا، انا ما بدي اقذفك، انا بدي اشوف شو بتعرف عنها. فيك بيكتشرز، الجماعة مش مقتنعين اصلا، يعني عندهم نظرية المؤامرة. بيوتيفول دريم. اوكي طيب تمام. يعني احنا قدام ما نطلع لمومو حابين نشوف ايش في يعني اماكن هون بالمدينة، بوسترات وكذا كلها. يعني بتصور الزاركس بيشبهوا هذول اللي على الحيط هون، هذول مرعب. بس اوكي من هون بقدر اخذ الانرجي درينك. وحش. اوكي بقدر اخذ كمان مرة؟ لا خلص طفت. اوكي هذا الحلم المفقود، هذا الموسيقي اللي ما عنده ولا اي قطعة موسيقى. اوكي فرجي الصورة. بلو سكاي، يعني كيف الاشي اللي انت بتتخيله بعقلك وعمرك ما شفته، فهو السماء الزرقاء راح يكتب عنها اغنية. يا سيدي الله يوفقك يا رب. ناخذ وقفة سريعة. تمام هذا ارتاح على الآخر. لا لا، اصحى 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 اصحى، ورانا مشوار. بفكر باسم نلبس، بس لسه مع انه في ترند ضرب قبل فترة، او مش قبل فترة، امبارح او اول امبارح. لحظة، الو ايش في الدنيا عتمة، مين طفى الضوء؟ بمشي بال مش عارف يمشي. اوكي بمشي بالشقلوب. خلاص ايوه اوكي. ترند قبل يومين طلع، فواحد بسمي قطط اسماء، ففي واحد بيشبه هذا البس اسمه شو مسميه، مسميه عقوب قمر الدين دبيازة. فخلص شكلي بدي اعتمد الاسم لانه كتير بيشبهه. لحظة، ايش هاي؟ هاي خزنة وعليها سيف، عليها الباسورد. اوكي اتوقع بالانفنتوري حنلاقي ال كيف كنا نفتح الانفنتوري. اوكي لا مش الميموري. تب 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 تب. هاي بوست. اوكي لا ما بدنا احنا البوست، بدنا الايتم. اوكي هاي مكتوب عليها انه اتبع الارقام، يعني بس هي بالباينري مكتوبة اللي هي 01. اوكي لازم نقدر نحل هاي الشيفرة عشان نشوف شو بيطلع معنا، لانها شكلها مرتبطة بالسيف. هاي الخزنة لازم نفتحها. اوكي نشوف حدا يقرأ ولا احنا. بقدر اقرأها انا. مكتوب تحت بالسطر الأخير، أو هم كلها باينري، بس أنا ما بقدر أقرأها. لازم أتوقع إني أفرجيها لحد عشان يشوفها. أنا ليش بضغط إكسيت كل شوي؟ أوكي أنيمي. طيب هون الباب، هذا إيش مكتوب عليه؟ أوكي ترانسليت. إيش له علاقة بالزاكس؟ stay in the safe zone، خليك بالمنطقة الآمنة، خايفين علي. طيب اوكي
بالله نجرب الباسورد الأردني اللي معتمد عند كل السيفات. غلط. طب واحد 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 واحد. طب واحد أربعة أربعة أربعة. أوكي خلص. anyway نطلع فوق هسه ولا ضل اشي تحت؟ ثواني بتصور في هاي الجهة ما رحنا عليها. فنون تشكيلية على الجدار. خلاص انزل انزل، في جوا ناس هناك. افتحوا لي الشباك بليز. مياو. خلاص خلاص، في ناس قاعدين هناك. في هون اشي. هلو، صح النوم. بتشبه الزرق على الاقل، يعني مبين. اوكي يعني مبين عليهم كيوت وكذا، بس هم اوعى تقرب عليهم، يعني اشي مرعب. طب افرجي الصورة. اوكي، هذا الاوساد اللي مومو صرعنا فيه. اوكي خلاص شكرا، كثير معلومة مفيدة صراحة. انا لازم اشوف مومو. مكان يغضب وجه الله شكله. اعطيني مشروب لا يغضب وجه الله، مثلا مي مثلا يعني. اوكي you're new around here. يعني شكلك جديد هون. شو السيستم؟ هذا الوحيد اللي ما انكر الموضوع، بحكي لها صورة حلوة للأوتسايد. شكرا. يعني مو عبارة عن فان كبير للموضوع، روح شوفه. انا ما فرجيت الصورة لمومو اصلا صح؟ طيب اوكي، معلوماتك كثير مفيدة. شو اسمه؟ دافير. الله نعم، في واحد هون كابس معه. بيلي عاوز حاجة؟ فرجي الصورة. السماء الزرقاء، يا الله مفهوم جميل. اوكي هم ليش، شو لون السماء عندهم؟ سوي ايش هذا؟ ايش النجوم المرتبة هاي؟ مصفطة تصفيط بتحسها. دائرتين كبار، معقول ثلاثة دوائر معمولة. اوكي ايش هذا؟ البسس بتعشق تمخش هاي الاشياء. طيب اوكي، الطابق الثاني في اشي مفيد؟ طاولة بلياردو. كرة. مياو مياو. خلاص نفعسها زي هيك. اوكي هاي جريدة من الناس اللي عايشين فوق في الليفل 2. اوكي يعني في ليفلات قديمة شوي، بس يعني اشي بنقرأ. اوكي خلنا افرجي الصورة. some people try to. اوكي يعني في ناس بحاولوا يلاقوا مخرج من هون. اوكي it didn't go. يا حرام، معلش ما بعين الله بعين الله. نلعب شدة. يي ميوزك شيت. اوكي يعني هو بجمع اوراق موسيقية، ممكن اعطيها للعم اللي كان تحت بيصيح ما عنده اشي. اوكي ما علينا. بقدر افوت من هون؟ ايش هاد؟ change the music. عندهم ميوزك. اوكي نعطي اجواء للشباب اللي هون. ما عنده انرجي درينك، ما عنده اشي بنعمل. طيب اوكي ايش هاي الكودات ولا مش كودات؟ 101. اوكي ايش ما لنا علاقة فيه. انا وين؟ طيب نروح من هون لانه ما جينا هون اتوقع، ولا جينا. افتحوا لي الباب بليز.
بس لما اسكر عليها الباب وما افوتها بتضل تعمل في الباب زي هيك. هذا اللي جوا بتشكون بيحكي لي انت واحد من اللي بضلوا يتخوتوا برا. ابعد بلاش اسوي لك قلق هسه. اوكي ولا تزعل هسه بروح. طيب اوكي ايش هذا الاشي؟ اسماء الاماكن. طيب اوكي ايش هذا الاشي برضه؟ النايس منت اعلان. لحظة بالراحة بالراحة. هذا اللي بدور على الميوزك شيت. طب انا كيف بقدر اطلع من هاي؟ ثواني ايش اللي صار؟ اوكي مياو. طيب انا مغلق الطريق ولا شو؟ هذا باب مسكر. ايش هذا؟ انا اجيت من هون كأني. ميموري هاي. يا حبيبي كثير حزنان على هيومن. كانوا اول ناس بيسكنوا هون. شكلهم كلهم ودوا الملاعب. اوكي شو شعورك وهم ميتين؟ ولاش معقول انهم عايشين او ميتين في سلام يعني؟ الله يعني شو بدي احكي لك. انت كروبوت ايش بدك في الموت؟ انا مش فاهمه. يعني هو كذكاء صناعي نفسه يجرب شو شعور الموت. اوكي ما علينا. مش قصده هو كيف هيك عمل حركة ينزع مساكو على هالصبح. حتى هو نفسه مش فاهم كيف ينزع مساكو على هالصبح، بس اوكي يعني بيحكي انه اسف خربت لك الجو، بس يعني يلا نكمل. طيب عادي الله يجعلنا لا انبسط. ايش يعني خرب الجو؟ ايش ورانا؟ صح انرجي درينك بدي اخذ من هون. اوكي بزيد السبيد انا. اوكي هذا بيشبه اشي، هذا الكوخ اللي هون بيشبه رسمة اشي. طيب بلش يقصدر على مهله هون. ليش بلش يمشي شوي شوي؟ نخبط على الباب شوي بلكي حدا طلع لنا من هون. بتقدر تروح لأنه الحراس حكون عنهم مش الزيركس. اوكي في حدا جوا البيوت يعني؟ هون المحل اللي جيت منه انا على فكرة، من هذيك الفتحة دخلت وعشان اول ما جيت على المدينة. طيب بتصور انه احنا اكتشفنا كل شي بالمدينة لهسه. لا مش كل شيء، بس يعني تقريبا مرينا على اغلب الاشياء. ايش هاد؟ جراند ماك اواعي الحجة. اوكي هلو. بدو ياني اجيب له الكتريك كابل عشان يحيكهم كنه، لانه بحب هاي الشغله. طيب خلينا افرجي الصوره. يا الله ما احلاها. اتس لوك ابيت. ايش بحكي لي؟ يعني بتشبه الاشياء الحقيقيه كثير. طيب اوكي عمل له حركه المياو. يا اختي. اوكي تمام. طيب اتوقع انه هسه بنطلع على مومو لانه ايش هذا؟ هلو الحجة عملت لي هذول الاواعي حلوات صح؟ طب بفرجي الاشياء. يا الله سماء زرقاء، يعني سماء زرقاء. اوكي سماء زرقاء يعني اشي كثير غريب.
طيب شكرا لجهودك. انت بدك اشي؟ لا سلامتك. شكلك من هذول جماعة مومو. يلا الله يقويك. اوكي شكرا. تمام ايش هاي؟ دق على الباب واستنى عشان نفتح لك. طيب ايش له علاقة بالبروغرامينج البرمجة كنا؟ اوه والله فتحوه. هلو فيش ميت؟ طيب طب سكره خلص. الو سكر الباب. اوكي يعني ما شافني ولا ايش؟ طب اغلبك بدي ارجع اطلع. اوكي في واحد اسمه إليوت هيو قاعد هناك، روح شوفه. يعني ليش قاعد بتغلب حالك وبتدور على الاشي اللي برا؟ خلاص احنا هون مية مية. طيب ايش هذا؟ انا مش فاضي اعد الارقام اللي هم، بس هم من وقت هذيك الارقام اللي هي كذا يوم يعني كان في روح. هذا مومو اللي كاتب الحكي هذا. هذولا تبرمجوا عشان يكونوا عبيد، تمام؟ بس من ايام الحرب التنكة هذيك كان ايش في سول اللي هو روح. بتمنى انه الاوتسايدر يلاقوا مخرج من هذا الجحيم. ان شاء الله يا رب. ميوزك شيت. اوكي ايش في هون؟ عندنا ثلاجة، ادوية. كيف روبوتات بتاخذوا ادوية؟ مش فاهمة يعني، بس اوكي. حكى لنا بتدور على واحد صح؟ لا غير مومو اللي تحت كان قاعد. مين اللي عايش اجواء هون؟ هلو اليوس اسمه. بقدر اساعدك في اشي؟ افرجيك الصورة. في ناس بيحاولوا يلاقوا مخرج من هاي المدينة. اوكي بس ما مشت معهم الامور ميمية. يلا بعين الله. في حدا جوا؟ بس هيك زناخة يعني؟ خلاص اللي بريحك. اوكي يا ريمبر ميموري هاي. هاي الشجرة هي من الساينتفك كأنه. بيحكي انه كان في طريقة للبشر يعمل النباتات هاي. الحياة العضوية ايش مطلوبة بالشجر يعني؟ عشان تنقي الهواء المدينة يعني. مع انه الروبوتات ما بتحتاجها، بس ايش يعني بيهتموا فيها على كل حال. يعني لو كانوا بشر كان ممكن يكون يعني الوضع احسن من هيك. اوكي مياو. بتنزل. اوكي تمام. من وين الموسيقى جاية؟ انا سمش. من هون كأنه. اوكي عندك اشي فوق؟ خرب لي الاجواء هون. ايش هاي؟ ماذر بورد. لحظة لحظة، ولا كرت شاشة قديم ولا شو؟ او كرت صوت بجوز. اوكي ما علينا. بقدر اشغله واغيرها. اوكي طيب اوكي تمام. نخرب لي الاجواء فوق. عنده نعمة اشياء الكترونية مش طبيعية. مش هات السيديهات القديمة ايام زمان. هاي حبة رام DDR3. هذا ماذر بورد كأنه. كبير كبير يا إليوت، يعني شكله مبرمج من الطراز الرفيع. اوكي احنا وين صرنا هسه؟ انا مش فاهمة. هون كأنه العم اللي كان قال لي انه الحياة صعبة. طيب اوكي خلينا نروح نشوف مومو عشان نفهم منه الطابق ايش هو. نطلع من هون لفوق.
المكيفات نعطيها 100، كمان 100 ميموري. اوكي فكرت مكتوب عليه سي بي 9 من ون بيس، فكرت يعني حتى اللعبة متأثرين في ون بيس. اوكي كان البشر دائما يحبوا الفنون والاشياء اللي هيك. اوكي الله يرحم هذيك الايام، ما علينا. طيب ايش هذا الاليفيتر؟ بس كأنه بنزل لتحت محل ما يجينا. مياو هلو. مشان الله ما تزعج فيبر لانها مش كثير يعني بتركز. اوكي مين فيبر؟ هذيك فيبر، هذا اسمه ميتو. طيب خلينا نروح نزعج فيبر لانه ركز علينا انه ما نزعجها. اوكي مشان الله بدي اركز، فما بدي اوقع كمان علبة دهان. اوكي ولا تقلق، كأنك طلبتني احكي لك. اوكي يلا. لازم ازعجه قبل ما يرميها. اوكي صار اشي كاتسين سريع هيك وخفيف لطيف. ايش مين هذا اللي طلع معصب فجأة قاعد بهت عليهم؟ انا كذا مرة قلت لكم لا تطلوا ترموا توقعوا الاشياء يا كذا يا ابصر شو. المهم ما عليه، حقت علي ولا فيبر؟ لا هي وحدة. اوكي اوبس ولا تحكي الهم. طيب في واحد نايم هون. The circle of life، هذول الدوائر ايش؟ بحسهم هيك حلوين عشان الواحد يتفرج عليهم. بس انا نفسي اشوف السما الزرقاء، نفسي في يوم من الايام يا رب اشوفها. فرجي الصورة. طيب اوكي الاوتسايد. اوكي مو مرة حكالي انه نفسه يروح هناك. اوكي الدوائر هاي اللي شفناها قبل شوي، عشان هيك انت مات حالك هون وحالتك حالك. اوكي ماشي. طيب فينك يا مومو؟ هلو شكله هذا مومو مبين عليه نفسيته تعبانة، ماله بخبط وبكسر وحالته حالة، تعبان ضايج مختنق. اوكي انا بدي اضايقه اكثر هسه. هلو عمرها ما راح تشتغل، انا عارف حظي انا عارفه، ليش خليتهم يروحوا؟ الله انا لحالي هسه الان. اوكي هلو ايش بدك؟ افرجي الصورة. هاي صورة للعالم الخارجي، شكلك نفسك تروح هناك صح؟ انسى الموضوع، الموضوع عبارة عن قلق ومضيعة الوقت يعني. راح تسوي لك كآبة صدقني وتخليك لحالك. اوكي اصحابي كانوا حمير زي كانوا يعني مش ولا بد زي هيك تمام، بس هو هيك ما حكاها بشكل مباشر. اوكي بس ناو الان هم انا لحالي يعني هم راحوا. اوكي شفتوا هيو حكاها. اوكي انا مش عارف ليش هيك انتهى الموضوع، بس يعني انا تعبت وانا بحاول اتصل فيهم، بس هيك نجوم 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 الكذا مش راضي يشتغل، اللي هو التلفزيون او اداة التواصل اللي بينهم. اوكي صحابي وانا كتبنا مذكرات او زي نوتات يعني عشان الابحاث اللي احنا عملناها، خذ هاي تاتي وان شاء الله الله يوفقك يا رب. يلا الله يوفقك. اوكي شكرا. مو مبين علي حرام كثير متضايق، شكله انه فاقد اصحابه. اوكي خليني اشوف النوت بوك اللي اعطاني اياها. لازم نطلع، لازم نطلع او لازم نحمي السيسترز والبرذرز تاعونا
ونخليهم بعيدين عن الزاكس. أوكي، موقع من أربعة، كليمنتاين، جبلاتزار، ودوك، ومومو. أوكي، كليمنتاين رح نحكي له كليمنتينا أسهل، والثاني رح نحكي له زاك، ودوك، ومومو. أوكي، هذول الأربعة هم اللي كانوا بيعملوا الريسيرش مع بعض، ومومو شكله أصلا إجاهم متأخر يعني. بتوقع إنه لازم نلاقي باقي النوت بوكس. أوكي يا حبيبي يا مومو، مياو. أوكي، إيش هاي؟ شنطة، شنطة مومو هاي، مكتوب عليها أوتسايدر. نغير الموسيقى لأنها مش بربط. إيش هاي؟ المدينة هاي شكلها، أنا مش عارفة كيف أطلع بالماوس لفوق. أوكي، city has cylindrical shape. أوكي، هاي المدينة لها شكل السلندر، تمام. هي عبارة عن ليفلات، وفي ليفلات فوقهم، يعني هم آخر ليفل كأنه. يبدو أن المدينة لها سقف، بس كيف ما تحكي للسيلينج اللي هو مش سقف حقيقي، يعني مش سما اللي فوقيهم. إذا كانت كتبي صح، في سما كثير كبيرة وزرقاء مخفية فوق الأشياء هاي. أوكي، هاي ملاحظات مومو على ما يبدو. الكيس ها، ما راح أوقع في الفخ أنا مرة ثانية، بس والله مغري. أوكي، مياو، نروح على مومو يساعدنا. كيف أروح له؟ لا، مومو، مومو، ما أقول مو مساعدنا ولا هو لحاله، ما علينا، مش مهم. ميموري. اوكي، في البقرة الضاحكة، ايش بتعمل هون؟ باك هوم تو، بتذكر اللعبة هاي كثير كويس. يا الله، انصنعت بعد ما انا عملت بشوي على ما اظن، بس مش متذكر يعني بشكل مظبوط. كنت انا والعالم اللي كان معه، اللي هو العالم اللي اخترعه، بنقضي وقت كثير واحنا نلعبها. اوكي، يا الله ما احلى هذيك الايام، والله اني مشتاق له، بس لسبب معين انا ناسي اسمه. يلا يا عمي، ان شاء الله بتتذكره. فالبيتول بتاعنا اللي هو الروبوت اللي معنا، يعني قاعد بتذكر شوي شوي، بس ناسي اسم العالم اللي كان معه. ايش هذا؟ هذا الضفدع لحاله جو. هاواي، اوكي، مدن وكذا واجواء وربيع والجو البديع. اوكي تمام. خرب الحد شوي. مياو، اوكي، بقدر اجي من هون. ايش هاي الغرفة؟ ايش عنده؟ ميوزك شيت، نايس. اوكي، قديش صرت مجمعة انا؟ لحظة، تاب، واحدة، اثنتين، ثلاثة. اوكي، هم يبدو انهم ثمانية. كرة، لا لحظة، الكرة. مياو، اوكي، ايش هاي؟ برضو اخرب له الباب، معقول ما راح يذا؟ ايش البقرة هاي؟ كثير كثير عجبيته، يعني حاط صورها في كل محل. دقيقة شوي، هسا انتبهت لها، كثير مغرم فيها يعني، حاطها هون وهناك وكل محل. ايش هاد؟ لحظة، كيف بدي اطلع لفوق انا هسا عند مومو هناك؟ هذول شكلهم أصحابه، كلمنتينا وزاك ودوك ومومو. أوكي طيب، أتوقع بدنا نجمع باقي الإشارة اللي على الوول هناك، تشبه اللي على النوت بوك. أوكي، هذيك الإشارة. طيب احنا هسه بدنا نلاقي باقي النوت بوك تاعتهم، شكله لقينا الطريق. تمام، أوكي،
يا مسهل. لا لا، وين رحت انا؟ اوكي تمام. لحظة، ايش هاي؟ نايس. دقيقة، ممكن حدا يفتح لي الباب هون؟ بليز مياو. وذا ايش الصوت اللي على الباب؟ على الاغلب انه نوثينج. كيف نوثينج؟ الى ساعة بخبط على الباب. اوكي هلا، مو حكى لنا انه اصحابه طلعوا، فاحنا هاي بيوتهم، بس بدنا ندور على النوت بوك يعني على اساس انها موجودة فيها. اوكي الاوست اختلف هون. في اشي تحت التخت؟ ايش هالمهمل هذا؟ مش ما عنده خزانة يحط اواعي فيها بحطهم تحت التخت؟ شيت ميوزك. اوكي فوق ما في اشي. طيب اوكي، كمبيوتر تمام. كليمنتاين نوت بوك، المذكرات الكليمنتينا. اوكي ذا سيم لوجو. اوكي نفس اللوجو اللي على مذكرات مومو، شكلها بتنتمي لواحد اسمه كليمنتينا. كليمنتاين. اوكي كل اشي ماشي حسب الخطة، بس انه ايش احنا مخططين عشان نطلع على السطح فوق قبل ما الريسيفر تاعهم يخرب او ينزل. اوكي they are in place called midtown and اوكي موجود بمحل اسمه midtown، وهو بيتحكموا فيه عن طريق اشي اسمه قوة معينة يعني، قوة معاكسة او شي زي هيك. اوكي والله انا حكيت مع مومو قبل هيك، يا اخي عيونه مش مزبوطين، ما عجبوني. لان شفتيهم نظرة حزن، لا مش نظرة حزن. اوكي حسيت انه ما راح يجي معنا. اوكي خلينا ندور على باقي النوت بوك. تمام اوكي يا ساتر، بس اوكي خلنا نجيك له المحل. طيب هناك في الإشارة نفس هاي صح؟ هذيك معناته في محل هناك بكون في النوت بوك. طيب وين كمان؟ ايش هذيك؟ هذيك نفس الإشارة. نفسها. هناك في بيت كمان، وهناك في بيت. طيب خلينا نروح على البيت اللي هناك أول. وي اوكي نطلع هون، نطلع هون. ايش هذا؟ تلفزيون. ايه اشتغل والله. اخبار بريكنج نيوز، اخبار يعني اشي مش طبيعي، عاجل كثير. اوكي حياة الروبوتات صعبة، اخبارهم ابصر كيف. اوكي ما علينا. ممكن تنزل يا اسطى؟ تمام ميا. تمام اوكي. هاي مكتبة يبدو انها او شيء كبير يعني. كثير مهجورة. بيت في بيت عناكب هون. ايه ده؟ نخرب إلو الكتب؟ وي وي هاي الصفطة الكبيرة بدي اوقعها. اوكي ممتاز. ايش هاي؟
مرحبا دوك، لقيت المفاتيح للسيف تاعتك، بس انت لازم تكون يعني حذر اكثر بالموضوع هذا. اوكي، يعني مش صح انك تخبي السيف تاعتك ورا شوية كتب. تاع المكتب هذا اللي بحكي لك. ممتاز، احنا لقينا السيف ولقينا المفتاح تاعه. تمام، هذا هيك بده يحكي له بي كيرفول. اوكي، بدنا ندور على السيف تاع الدوك، واتوقع انه فيها النوت بوك وهو مخبيها ورا شوية كتب هيك مثلا. لا، ما في اشي فوق. معقول فوق؟ اوكي، ايش في هون؟ مخبي السيف ورا شوية كتب. ما في شي هون. هاي هاي. طيب، مفتاح 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 مفتاح. اوكي، وهي النوت تاعته. اوكي، هاي المذكرات تاعت دوك او النوت تاع دوك. بعد اسابيع من الابحاث يعني لقى عبارة عن اشي اشعة ممكن انه يستعملها عشان ايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عشان ايش؟ انه يحارب الزاكس او عشان يبعتهم على الاقل. بده يجربها تحت ظروف حقيقية. فخلينا ندور على باقي النوت بوك. اوكي، هيك صار معنا تاعت مومو، تاعت كلمنتينا، وتاعت دوك. ايش هذا؟ ليش عنده صورة بسة او تمثال بسة؟ مياو مياو. اوكي، ايش في؟ ما دورنا احنا هون صح كثير. هاي ايش هاي؟ هاي تاعت موسيقى، معناته لما يكون في شيت هون. هيها، نايس. اوكي، ازعاج ازعاج. ايش هذا؟ كيف تطور المعرفة تاعتك حتى توصل للمستوى تاع الهيومن؟ المجلد 42. هذا قاعد بقرأ في كتاب يعني. اوكي، الله يقويك يا رب، مع انه شكله متوفي يعني، فريست ان بيس، بس برضه الله يقويك. ما اقول يكون دوك متوفي، لا دوك طلع معهم اصلا. اوكي، ضل اشي. كيف بدي اطلع هون؟ اوكي، هون كانت. ما اقول هذا دوك ولا هذا شو اسمه تاع المكتبة، مش مهم. بدي الفلها من الجهة الثانية، بدي اشوف ايش في هون. هيها، ما في شيء. لا هون. هيها بس هيك، الله يعطيك العافية. اوكي خلص، اصحى اصحى اصحى، مش وقته. مياو، يلا. عظيم عظيم الشخص هذا، انجازاته يعني يحكى بها في جميع ارجاء المعمورة. اوكي، المكان اللي بعده كان انا شفته قبل شوي هناك صح؟ في واحد قاعد هون، ايش فيه؟ هلو، لابس نظارات. انت اسمه هكتور هاد. شكلك غريب وصغير، بس يعني في اشي بالنسبة لك مش صح، مش عاجبني. نفسي هيك اعمل لك هيك مية وطبطب عليك، بس يعني صراحة في اشي بحكي لي لا.
وانا مش عارف ليش. لا بديش افرجيها، بدي افرجي البوستر تاع ال شيتي ميوزك كلمنتينا دو. وين البوستر؟ ما بقدر افرجيها. اوكي هذا البيت رحنا عليه، هذا البيت رحنا عليه، وبيت مومو شخصيا رحنا. أظل هذاك اللي هناك صح، هذاك الاشي. اوكي حلو، اوقع هاي بس هيك عشان الزناخة. طارت فجأة. بدي اوصل لهون من هناك. اوكي بعده خايف من اللي قبل. اوكي جبان هالروبوت، وهذا بعده صافن باللي تحت كمان. اوكي اظل اخر نوت بوك صح. ايش هذا محول؟ وهاي تاعت الطاقة زي اللي كانت لما اخذنا البي 12 باور سبلاي. اوكي صوت المروحة وقفت، نايس. وي اوكي نشرب مية عشان كثير زمان ما شربنا. صحة وعافية، خلص ما حكينا صحة وعافية، خلص بكفي. زاوية الكاميرا بالمحلات زي هيك كثير سيئة أنا بالنسبة لي، مش عارفة انتو كيف بتشوفوها يعني. طيب الصورة تحركت ولا أنا بتهيألي؟ طيب ما علينا، خرب خرب ولا تقلق عند الموضوع. هسا النوت بوك المفروض يكون هذول هم. المفروض انها هاي. اوكي هاي هي اخر نوت بوك. اوكي سبال زار اللي هو اسمه احنا اختصرناه في زار. اوكي كل انواع الحياة او المؤشرات الحيوية او العضوية اختفت ما عدا اللي بنسميها احنا الزاركس. اوكي هذول الجماعة بوكلوا كل اشي بشوفوه سواء كان بتحرك او ايش. I've been locked and okay. اوكي تمام، هذا قاعد بتشكل من الزاك يعني ما عنده اي معلومة مفيدة عن الاوتسايد. لحظة بيحكي انه هو لقى ديزاين للجهاز اللي هم بيستعملوا عشان يتواصلوا مع بعض، بس يعني على الاغلب اني اكتشفت انه ايش، اكتشفت كيف اصلحه. وهي المعادلة هبيتولف بيحكي انه مع هاي الاشي بنقدر نعلم مومو كيف يصلح الجهاز تاعه ويتواصل مع السطح مجددا او الطبقات العليا. اوكي خلينا نفرجيه لمومو. تمام بنفرجيه وماله. هاي البردايزة اللي كانت هناك بتنزل فننزلها، اتوقع انه بنلاقي محل نطلع منه عشان هذيك فتحة نزلنا منها ما لها يعني ما في مخرج لها. تمام مو مكان هون اصلا. مياو مياو والله مومو لا ينبسط هسه. اوكي هلو اتس مي. في اشي هون. حصة علوم فتحوا لنا اياها. اوكي واو
الجامعة ما بداوم عليها عشان ما اخذ محاضرات زي هيك، جيبوا لي اياها في اللعبة. اوكي لساتك بتدور على الكتب الغبية هذيك؟ والله يا عمي يعني انت شوف احكم بنفسك. خلينا نفرجي اللي كان فيه الاشي اللي بيصلح الجهاز. اوكي هذول تاعت زاك، انا عمري ما فهمت ولا هالزلمة، عمري ما فهمت شو ايش الاشي اللي بحكي عنه. بس شكله كان كثير حكيم يعني. اوكي وهاي تاع الدوك، هالزلمة هذا كان قطعت الكترونيات. اوكي دائما كان عنده اكتشافات. وهاي تاعت كلمنتينا، ايه هذا انت عن جد لقيتهم كلهم؟ هذا مو ما بحكي هيك. شو هاي الملاحظة اللي مكتوبة على تاعت شو اسمه؟ الملاحظة اللي كانت تحكي لي كيف اصلح الجهاز. اوكي ذات مين انه احنا بنقدر نصلح الجهاز هسه. اصحابي كلمنتينا زاكو دوك، يعني انا عن جد اسف الكو. وعد شرف وادي الحردين اني راح الاقي طريقة عشان اطلع على السطح. اوكي شكرا شكرا، احنا لازم ايش نلاقي طريق عشان نطلع فوق. خلينا نصلح هالزبالة هذا، هو بحكي هيك طبعا، انا مش عارف ليش هو معصب عليه بس اوكي. وبدأت عملية التصليح والإنقاذ والترقية. هاي بدي أعتبرها زي هالولويا هيك اللي بيحكوها. أوكي نجح الجهاز، يلا يلا بينا. أوكي ومال يلا بينا، بس ليه هيك بمشي؟ أب ذير شايف البنات اللي هناك؟ هذولاك اللي أعلى إشي هذولاك. إذا عملت الجهاز هناك حطيته هناك في أعلى إشي، ممكن ها يكون قادرين نتواصل مع المدينة كاملة. أصحابي ممكن يكونوا بعتهم هناك، إذا كانوا هناك راح يعرفوا الإشي. أوكي هذا الجهاز تاعه، أنت الوحيد اللي سريع وصغير وبتقدر تروح هناك بدون ما تتعرض للزاكس. نحتاجك والله نحتاجك يا أيها الليتل الأوتسايدر. ودينا للسماء هيك. يا الله قلب شاعري فجأة. أوكي أفهم الحكي إنه مش رايح معي يعني. طب جيرة تفضل نروح مع بعض. إيش في؟ طب ليش سكر الشباك يعني؟ افرض بدي أرجع والمستقلة. أوكي طيب مناظر خلابة. روف توبس. طيب بتصور انه احنا هون رح ننهي الحلقة لليوم. رح نوقف هون وان شاء الله بنشوفكم بالحلقات الجاية. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة هاي. كنت معكم انا رؤى، يعطيكم العافية، نشوفكم الحلقة الجاية.